تفضلي يا أماني. ألو، السلام عليكم. أماني من الجزائر، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله يا أماني، بخير، بارك الله فيك، تفضلي. نور الله مساءكم بالقرآن وزادكم عافية واطمئنان آمين وإياكم يا رب ووهبكم العالمين. الشفاعة وسكن الجنان إن شاء الله. إن شاء الله جميعا يا رب، إن شاء الله، بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، تفضلي يا أماني. أخي العزيز، عندي منام لأختي. يا طيب، رأت أختي أن أسدا ولبؤا كانا يعيشان معنا في المنزل. نعم، الأسد كان كاللبؤة ليس لديه شعر في رأسه، أصلا يا طيب، أما اللبؤة فكانت أصغر منه، كيف؟ فأراد أصغر من الأسد. اللبؤة كانت أصغر من الأسد، أيوة، أصغر حجم، طيب، فأرادت أختي أن تتخلص منهما لكن بطريقة حذرة حتى لا يهاجمونها. طيب، فأخذت الأسد إلى البلكون واللبؤة إلى المطبخ وأقفلت عليهم، ايوه، لكنها لم تستطع إقفال شباك البلكون جيدا، فتارة يقفل وتارة يخرج الأسد رأسه، فتعيد إقفال الشباك أخرى وهي تقول في نفسها: يجب أن لا ندعهم يجوعون، فإنهم إذا جاعوا أكلونا. لا حول ولا قوة. طيب، فطلبت من أمي أن تعطيها قطع اللحم كي تطعمهم، فأعطتها أمي قطع لحم كبيرة، ثم قالت لأخي: اذهب بهم إلى السيرك قبل العيد وقبل أن نأتي بكبش العيد، لأننا إذا أتينا به قبل أن يذهبوا فسيأكلونه. انتوا خايفين على الكبش، مش خايفين على حالكم يا اماني؟ طيب وبعدين؟ مع العلم أن هذا هو الحلم الثالث الذي تحلم فيه أختي بالأسود، ويكونون بدون شعر. وبدون شعر كمان، بدون شعر. هنا بدون شعر، بدون زينة، يعني المكشوف، يعني يتعاملوا بوضوح، يعني ما يخطوا مشاعرهم او طريقة تعاملهم، هنا هذا هو بدون شعر. الشعر زينة سواء للإنس أو الجن أو الحيوانات، هذا إذا كان عندهم شعر أساسا فهو زينة. فإن أسد بدون شعر واللبوة بدون شعر دلالتهم بأنهم يتعاملون بوضوح بدون مجاملات، يعني يقول لك أكرهك يعني أكرهك. الحين الأسد واللبوة هم أشخاص ربما يعيشون في البيت، إذا كان البيت ليس به أشخاص بهم قسوة ومعاملة شديدة ولا يملأ عينهم إلا التراب، فذلك يدل بأن أحد أفراد البيت إما يتغير في المستقبل طبيعته وزوجه، وإما أن أحد فتيات اللي في الحلم أو اللي يحلم من تتزوج ويصبح زوجها يجبرها أن تصبح شرسة وتصبح معاملة سيئة. هنا الحلم متعدد ومتشعب، ولكن علينا أن نعرف الرموز لا أن نتهم أحد، لأنه أنا مهما سألت حتتهم أحد، يعني بالنهاية داخل البيت الحلم، يعني إلا ما أتهم أحد. فإن الأفضل شو أسوي؟ إذا ما وجدتم أحد أفراد البيت تغير وأصبح قاسيا فتعاملوا معه بحذر ووجهوه لله سبحانه وتعالى للصلاح وبالنصيحة الحسنة، وجهوه بالنصيحة الحسنة مهما كان قاسيا. إن عندما شاء الله. بعث الله سبحانه وتعالى النبي موسى عليه السلام لفرعون أمره أن شو؟ أن يكلمه بكلام طيب بأسلوب حسن، وهذا هو فرعون، وكان أشد الناس كفرا. ماشي يا أماني؟ يا مرحبا، مع السلامة.